كل عبارة شتم يتعلمها منك طفلك ستصبح جزءا من شخصيته لسنوات طويلة ويصعب التخلص منها. ذنبه إيه؟ حرام. أطفال صغار لم يبلغوا الحلم ولم يجر عليهم القلم، اللي بيسمعوا منك بيختزنوا، وعلى مدار الأيام تصبح دي شخصيته. يبقى أنت بتأسس على إيه وتربي على إيه؟ أكرر، كل عبارة شتم يتعلمها أو يسمعها منك طفلك ستصبح حتما ولابد جزءا من شخصيتي لسنوات طويلة. طب متى يتخلص منها؟ بصعوبة، بصعوبة أوي أوي. طب ليه؟ ليه الله يكرمك ما تبدلش الكلمات والعبارة الشتم دي بكلمات جميلة رقيقة تصبح برضو جزءا من شخصية الطفل؟ ما المانع انك لو خليت كل كلامك في بيتك قدام عيالك وزوجتك يا اخي وفي الشارع وبره، هو الاصل انك تكون اصلا يعني حسن النطق، لان ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. بترهق الملكان في كتابة كل ما بيخرج من لسانك، لو ذكر ما شاء الله ما فيش فيها ارهاق، بل بالعكس اجر وثواب. لكن كل عبارة شتم، كل لفظ سيء طلع منك، إن شاء الله إن شاء الله هيصبح جزء كبير أوي أوي من شخصية أولادك، ومش بعيد يرد إليك الكلام ومن أقرب الناس إليك. طب ليه وعلى إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا وخلقا صلى الله عليه وسلم، وربنا سبحانه وتعالى زكاه في كل شيء، وإنك لعلى خلق عظيم. لو جمعت أدباء العالم كله والمفكرين كل واحد يوصف النبي كده وصف في أخلاقه، مش هيقدروا أبدا أبدا يوفوه حقه زي ما ربك سبحانه وتعالى قال وإنك لعلى خلق عظيم. شهادة ومن مين؟ من رب العالمين. في شأن مين؟ سيد المرسلين، عشان حسن أخلاقه. ده الإنسان بيوصل بحسن أخلاقه لدرجة الصائم القائم، علشان لسانه بينقط سكر، عشان لسانه عسل. ما تقول الكلمات الحلوة دي، هتسلك بها الصدور وتفتح بها النفوس. عيالك أولى الناس بالكلام الحلو يسمعوه منك في بيتك وزوجتك. أيوة، علشان إيه؟ تغمر البيت السعادة والفرحة والسرور على هدي النبي الرسول صلى الله عليه وسلم. خيركم خيركم لأهله، النبي اللي بيقول كده، وأنا خيركم لأهله. طب الخيرية جت إزاي؟ من الكلام وحسن الأخلاق. إيه المشكلة؟ الكلمة الحلوة هتكلفك إيه؟ بالعكس، انت اول الناس هترتاح للكلمه دي لو طلعت من بقك. بص لشخصك كده، لو انت واقف وقلت او اتنرفزت عباره سيئه فيها قذف او شتم او اي حاجه او لعن، شوف جسمك وكل عضو فيه بيبقى نظامه ايه. ممكن يكون بيتنفض والله وانت مش قادر تظهر ذلك، لكن من جواك حاسس بكده، هي دي الحقيقه. لكن لو نطقت كل كلمه فيها يعني فرح وسرور تفرح بها نفسك وعيالك وأهلك والناس كلها أجمعين، أول الناس اللي هيسعدوا بها أنت. أي والله أنت. ثم إنك هتربي جيل صح ينشأ فتى الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. طيب عايز منك إيه بقى اعتبارا من الليلة إن شاء الله؟ أيوة، تتخلص من كل لفظ سيء بتقوله، وتتخلص من كل عبارة شتم كنت بتقولها. من النهاردة لا، احنا مش هنقول الا كل كلمة حلوة. انت كنت بتتنرفز وبتغضب، لا، من النهاردة ان شاء الله هيبقى شعارنا كده وسمتنا، ايوة، حسن الخلق، عشان توصل درجة الصائم القائم، مع انك لا صمت ولا قمت الا ما فرضه الله عليك، مش كده؟ لكن هتكتب عند الله كل يوم من الصائمين القائمين بايه؟ حاجة بسيطة قوي، بحسن خلقك، بتعاملك مع الناس واقربهم اليك زوجتك وعيالك برفق وحب وتلطف وتودد. ولا تستعظم أبدا، ما تستعظم يعني ما تكبرش، على مين؟ على عيالك؟ على زوجتك؟ لا أبدا أبدا. وأبشرك إن فعلت ذلك بأمر الله، بأمر الله البيت هتغمره الفرحة والسعادة، وهتربي جيل صح إن شاء الله،
وأسأل الله أنه ما يضيعش تعبك أبدا، وبشرك أن ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، وأظنك بحسن خلقك وتعاملك مع أولادك بألفاظ جميلة إن شاء الله من الصالحين، وأحسبك كذلك ولا أزكيك على الله.